من القاهرة ينضم إلينا كريم الشيخ مراسل الغد. كريم، ماذا عن أجواء مشاورات قادة الجبهة الثورية السودانية لتحقيق وتنفيذ اتفاقات السلام؟ من المتوقع أن يصل الوفد مساء اليوم، وبداية مع وصوله إلى خارج القاهرة وليس القاهرة بحسب المصادر التي أكدت لنا، ستجرى مشاورات حول عملية السلام المنشودة والتي وقعت الأسبوع قبل الماضي ما بين الجبهة الثورية السودانية والمجلس السيادي السوداني في جوبا. وبالتالي الجبهة الثورية السودانية تحاول من خلال الاجتماعات التي ستجرى على مدار أسبوع هنا في القاهرة تسويق عملية السلام المنشودة بين وبين الحكومة السودانية، خصوصا أن هذه عملية السلام هذه ستجرى بعد يعني ما بعد البشير وما بعد حكم البشير وما بعد الأحداث التي شهدتها السودان طوال الأعوام الماضية. وبالتالي الجبهة الثورية السودانية تحاول أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من الاتفاقات وأن تصل إلى أكبر قدر ممكن من يعني التوصيات التي يمكن أن تخرج بها هذه الاجتماعات خلال يعني الأسبوع المقبل. أيضا الجبهة الثورية السودانية ستعقد ورشة عمل على جانب يعني هذه المشاورات التي تتم هنا في القاهرة لتسويق عملية السلام المنشودة في السودان. ومن المتوقع أن يحضر هذه الاجتماعات أو ورشة العمل هذه عدد كبير جدا من الأطياف المصرية والأطياف السودانية الموجودة هنا بالقاهرة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المصرية، وذلك لتعريف المجتمع العربي والإفريقي بأهمية هذه العملية. أيضا هناك اجتماعات ستدور بين القاهرة وبين الجبهة الثورية السودانية، خصوصا أن القاهرة لمصلحتها أن تتم هذه العملية تحديدا في 14 من أكتوبر المقبل، خصوصا أن الأمن في السودان يعني أمن القاهرة. وبالتالي القاهرة تحاول بشتى الطرق أن تصل إلى اتفاقات أو أن تصل الاتفاقات إلى باب مفتوح من أجل الوصول إلى عملية سلام شاملة في السودان تبدأ من 14 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى 14 من ديسمبر المقبل. يعني بالتالي يمكن أن نقول أن الأسبوع المقبل سيشهد عدد كبير جدا من الفعاليات للجبهة الثورية السودانية هنا في القاهرة برعاية مصرية. نعم، هل هناك يعني تسريبات عن نوع الملفات أو نوعية الملفات التي سيتم طرحها من أجل بالفعل الوصول إلى السلام الدائم والعادل في المنطقة؟ ما يمكن أن نقوله حتى الآن أن المخرجات ستدور فيما جرى في الاجتماعات التي عقدت الأسبوع قبل الماضي بين الحركة الثورية وبين الحكومة السودانية تحت الرعاية الجنوب السودانية. وبالتالي يعني المفاوضات كلها تدور حول ما بدأ بالأمس، ويعني يمكن أن نقول أنه بالإفراج عن عدد من المعتقلين وبالإفراج عن عدد من المساجين، يمكن أن نقول أن هذه بداية مبشرة للجبهة الثورية السودانية، ويمكن أن نقول أنها جاءت في وقتها، خصوصا أن الجبهة الثورية السودانية ستنعقد مساء اليوم في القاهرة. وبالتالي ما جرى في السودان بالأمس له صدى على ما سيحدث خلال الاجتماعات المقبلة أو التي ستجرى في القاهرة بداية من اليوم. نعم. وعلى مدار الأسبوع المقبل. إذن من القاهرة كريم الشيخ مراسل الغد، شكرا لك.